السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. بقيت نغير اليوم على المملحات وقلت نحط لكم بقلاوه تحت الطلب ديالكم. بزاف ديال الناس طلبوها مني، بقلاوه ديال السوريين اللي كتجي غزاله وخفيفه وناجحه 100% بحال اللي كناكلو على برا وعاد حسن. كنتمنى انكم تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. قبل ما ندوز للطريقه والمقادير، لاول مره يشوف القناه ما ينساش ضغط على الاشتراك وزر الجرس، ويلا نبداو الطريقه والمقادير على بركه الله. هنا كنحتاج باستا فيلو او باتا فيلو، راه كتباع في بيم وكتباع في المحلات الكبرى. بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا فهي كتباع حتى هي كذلك في المحلات التجاريه. كنحتاج سترو ديال الحليب، كنحتاج واحد الكريمه ديال الطبخ، كنحتاج 9 ديال المعالق ديال النشا، كنحتاج 2 معالق كبار ديال الزبده، كنحتاج معلقه ديال الماء زهر ومعلقه ديال الماء ورد، وكنحتاج 2 معالق ديال السنيده، وكنحتاج 2 حبات ديال المسكه الحره او حبه اللي متوفر عندكم. اول حاجه غناخد واحد الكاسرونه غنضيف فيها هذاك الحليب سنيده ونشا ونديرهم فوق البوطه. وبالنسبه للنار تكون مهيله ونكون مستمره في التحرك ديالهم حتى يعقدوا لي ونخليهم يبردوا. هنا غناخد كاسرونه واحده اخرى وغنضيف فيها هذاك الزبده ونديرها فوق البوطه ونخليها حتى تولي نوازيت، باش هكذا كتعطينا هذاك طعم اولا المذاق ديال البقلاوه اللي كناكلو على برا. هنا كناخذ هاد الباستا فيلو وكناخذ واحد المول اللي غنخدم فيه. انا عندي هذاك المول كيف ما كتشوفوا، كنحل الباستا فيلو اولا الباتا فيلو وكنحلها وكنقسمها على القياس ديال المول. يمكن لكم نتوما تستعملوا المول اللي بغيتو مدور اولا ديروه كاري، فانتوما الاختيار ديالكم. صافي، هنا كنقسم الباستا فيلو على 2 على حسب المول اللي عندي. انا درت على هذا القياس كيف ما كتشوفوا، قطعتها على 2 وحاولت انها تجي فوق من المول على القياس ديالو. صافي، هنا ملي عرفت القياس ديالي فانا غادي نعاود نخبعها اولا نعاود نتنيها بما وجدت لي الكريمه وبردات، باش هكذا ما كتقطعش لي هاد الباستا فيلو لانه كتكون رهيفه ففي ساعه كتقطع. بالنسبه للزبده ها هي كيف ما كتشوفوا البنات، كنتحيد منها هذاك الحليب اللي فيها. وبالنسبه للكريمه ها هي فوق البوطه حتى تعقد لينا، انا راه دايرهم في مره باش يبردوا لينا في مره. بالنسبه للزبده فاللون ديالها تغير ولا نوازيت كيف ما كتشوفوا، وبالنسبه للكريمه ها هي باقا كتعقد. انا غادي نخلي لهذاك المسكه حتى الاخير عاد غنضيفها. هنا الكريمه راه بدات كتعقد كيف ما كتشوفوا. صافي، هنا غنضيف هذاك المسكه اللي سبق وقلت لكم حاولت انني نهرسها اولا نطحنها فوق من هاد الكريمه، وغادي نزيد نضيف هذاك 2 معالق ديال الزهر. غنخلي لكم كل شيء مكتوب في صندوق الوصف. هنا كنزيد نضيف الكريمه. بالنسبه للمول اولا الكاسرونه اللي غتخدموا فيها حاولوا تكون كبيره، انا ضفت هاد الكاسرونه فهي صغيره. صافي، من بعد ما ضفت هذيك الكريمه حاولت انني نخلط مزيان ونخليها حتى تبرد. هنا رجعت لهاد الباستا فيلو وهداك الزبده اللي بردات ليا، حاولت انني ندهن المول هو الاول ومن بعد نبدا ندير الوريقات ديال الباستا فيلو. يمكن لكم ديروا 6 الورقات 7 8، تقدروا ديروا اللي بغيتو. كل ما كانت الطبقه من تحت شويه عريضه يعني كثيره، الطبقات كانوا كثارين ومن الفوق كثارين، فكل ما كتجينا هذاك البقلاوه بحال اللي كناخذو على برا. انا منهم الصراحه كنت كناكلها بزاف على برا، وانا كنت ساكنه في كازا فكنت كنهبط حتى لعين السبع باش انني نشري هاد البقلاوه، اولا كنهبط حتى للمعارف باش كناكلها عند فواحد المحل اولا واحد المطعم. فملي وليت كنديرها لراسي الصراحه ولات كتصدق ليا حسن ملي كناكل على برا، وبنينه يعني المذاق ديالها بنين. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا كل ما بين طبقه وطبقه كنضيف هذاك الزبده النوازيت باش هكذا كتكون كطيب ليا هاد الباستا فيلو كطيب وكتولي مكخوكيه. صافي، من بعد ما كملت درت تقريبا 7 ديال الطبقات لتحت ديال الباستا فيلو. هنا كنزيد نضيف هذاك الكريمه كيف ما كتشوفوا، ونحاول انني نقاده تجيني مقاده ما تجينيش جهه عاليه وجهه هابطه، باش هكذا ملي كنحيد هذاك البقلاوه ديالي كتكون نفس الحجم ديال الكريمه. صافي، من بعد غادي نزيد نكمل نفس الطريقه، يعني الطبقات اللي درت لتحت نعاود نديرهم الفوقي بنفس الطريقه. كل طبقه كنديرها كنضيف الزبده اللي هي نوازيت، باش هكذا الباستا فيلو ملي كطيب كتكون عندنا مكخوكيه وكتعطينا واحد اللون اللي هو زوين.
صافي. من بعد ما كملت درت من تحت 8 ديال الطبقات ديال الباستا فيلو، من الفوق درت كذلك 8 ديال الطبقات ديال الباستا فيلو. انا هنا عندي هذه المقده هذه، فانتوما ديروا اي موسى عندكم، ما ديروش هادشي اللي درت انايا. هذا هو اللي عندي ماضي فاش قدرت نقطع هذه البقلاوه ديالي. يمكن لكم ديروا تقطعوها على القياس اللي بغيتوا، ما كتحفروش، كتخليو بحال غير كطبعوا، وحتى الاخير ملي كطبع يمكن لكم هكا تحفروا في التقطيعه. صافي انا خديت المرسوات اولا القياس اللي بغيت قطع به، فانا قطعت هكذا كيف ما كتشوفوا القياس. صافي وغادي نديرها في الفران. بالنسبه للفرن فهو 170، حطيتها لتحت حتى تحمرت لي من تحت، ومن بعد طلعتها للفرن الفوقي باش تحمر. صافي من بعد ما غطيبي ان شاء الله ونرجع لكم. دابا غادي نحضر القطر اللي غنسقي به هذه البقلاوه، كاس ديال السنيده وكاس ونص ديال الماء، عندي معلقه ديال الزهر ومعلقه ديال الماورد، وعندي ملح الليمون اولا سنيده الحامضه غير واحد شويه. صافي انتم تشوفوا انا غير حبه، ما عرفتش مع الكاميرا ما كانتش باينه مزيان. غناخذ واحد الكاسرونه غنضيف فيها هذاك الماء، وغنزيد نضيف فيها هذاك السنيده، وغنزيد نضيف عليهم هذاك الماورد وما زهر. صافي وغنزيد نضيف هذاك ملح الليمون اولا داك السنيده الحامضه، غنديرهم فوق البوطه ونخليهم حتى تذوب هذاك السنيده، نبدا نخلط حتى تذوب السنيده، وفي نفس الوقت حتى يولي ليا هذا الخليط اولا هذه الشيره اولا هذا القطر كما كيقولوا له الدول العربيه شويه خاطر. صافي غنخليه فوق البوطه وناقص عليه حتى يختار ليا ونرجع لكم. من بعد ما طابت لي البقلاوه ديالي كيف ما كتشوفوا كتجي فيها واحد اللويين غزال وكتشهي، والله الا كتشهي. صافي هنا غناخذ هذاك القطر ديالي، هانتوما تشوفوا راه عاقد، هانتوما كان التصوير ماشي واضح بزاف لانه الاضاءه كانت عندي ناقصه، وفي نفس الوقت الشمس بدات كتغيب، داكشي علاش. صافي غنسقي البقلاوه ديالي مزيان ونخليها حتى تشرب ليا مزيان. انا راه كنسقيها وهي سخونه هذيك البقلاوه باش هكذا كتشرب ليا مزيان هذاك القطر ديالها. كيف ما كتشوفوا البنات راه كتجي غزاله، انا متاكده والله العظيم الا جربتوها ما غاديش توليو تستغناو عليها. كيف ما كتشوفوا راه ما فيهاش شي مقادير اللي هما كثارين، خصوصا انه كتوجد في الدار والواحد كيعرف شنو كيدير، احسن من انكم تاخذوها من الزنقه وكتكون يعني الثمن ديالها غالي للكيلو، وبعض المرات ما كتلقاوش حتى داك البنه ديالها مزيان. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. لاول مره يشوف القناه ميساج ضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلك على الجديد. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينين بحالكم، وما تنساونيش من اللايكات والله ما كنتخلص عليهم، مجرد تحفيز ليكم ليا. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي عزيز عليهم بحال هاد الوصفات، وخليوا لي تعاليق الوصفات الجايه ان شاء الله شنو تبغيو يكون فيها. والسلام عليكم.